الأسبوع الماضي كان عندنا حملة توعوية في المستشفى، فكنت أقابل أشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات وتدور محادثات بيني وبينهم بخصوص حياتهم وكيف ممكن يحسنون الجانب الصحي من حياتهم. بس أنا كنت أضيف شغلة وأسأل سؤالين إذا شفت تفاعل من الشخص أكمل معه. السؤالين كانوا: وش تسوي في وقتك الفاضي؟ والسؤال الثاني: هل تفكر تتعلم أي شيء جديد أو تمارس هواية جديدة في حياتك؟ كانت الأجوبة متنوعة، ولكن بعد ما سألت الأسئلة لأكثر من 50 شخص قمت ألاحظ جملتين دائما يتكررون، وهذا اللي خلاني أكتب هذا المقطع اليوم. الجملتين هم: بس المشكلة، وإذا خلصت الشغلة الفلانية راح أبدأ الشغلة الفلانية. خل أعطيك مثال. جاني واحد وزنه زايد وقال لي أنه يحتاج ينزل وزنه، فقلت له: ممتاز، أنت عارف أنك تحتاج تعدل هالشيء. رد علي قال لي هذا الكلام بالضبط، بس المشكلة ما عندي وقت. ومع الكلام أكثر قال لي: رمضان جاي، فخلي خلص رمضان وبعدها بشوف. وهذا مثال من كثير من الأمثلة اللي شفتهم. طيب خلنا نرجع للمحادثة ونحللها. الشخص هذا عارف وين المشكلة وعارف أنه يحتاج يحلها، ولكن أول شيء سواها أنه حول العقبة اللي قدامه إلى جدار عملاق ما يقدر يتخطاه لما بدأ بكلمة بس المشكلة. بعدها أوهم نفسه بأنه خلق عد تنازلي وهمي عشان يبدأ وهو عارف أنه يحتاج يبدأ في هذه اللحظة. من ملاحظات البسيطة جدا على نفسي والناس اللي حولي أن في الغالب أنك مجرد تشوف الصعوبات في البداية كصعوبات فقط وتأجل حلها في الغالب ما راح تبدأ. أنا كنت أفكر بنفس الطريقة قبل عدة سنوات، كان وزني زايد، كنت ضايع في الحياة، كنت أحتاج أسوي أشياء بس دائما أجلها لبعدين. كنت أقول لنفسي لازم أتحرك، لازم أبدأ أتمرن، لازم أعدل أكلي، لازم أشوف معنى في حياتي، لازم أبدأ أتعلم الشيء اللي أحبه، لازم أتحرك الحين. وش اللي صار تتوقعون؟ كنت أرد على نفسي بهذا الشكل: بس المشكلة دوامي ثقيل جدا وما عندي وقت، بس المشكلة الصالة بعيدة عني، بس المشكلة ما عندي جهاز كمبيوتر. وكنت أوهم حالي أني راح أبدأ بعدين عشان لا أحس بالذنب. كنت أقول هذا الأسبوع دوام الليل، فخلاص مجرد يصير صباح راح أبدأ، ومجرد يجي دوام الصباح أقول خلاص مجرد يجي الويكند راح أبدأ، وأدخل في دوامة ما أقدر أكسرها. ظليت سنوات بهذا الشكل إلى أن وصلت لمرحلة صرت واعي بنفسي، صرت عارف مجرد أقول لنفسي هذا الكلام ما راح أبدأ ولا راح أسوي شيء. وصلت إلى مرحلة صرت أتقزز من نفسي لأنه ما كان عندي عزيمة أسوي الأشياء الضرورية اللي أحتاج فعلا أسويها. متى صحيت؟ لما وصلت إلى مرحلة الانفجار، لما وصلت إلى أقصى مراحل اليأس، لما حسيت أني راح أدخل ثقب الحياة الأسود. في ذيك اللحظة انتفضت روحي وقررت أن بدل لا أقول بس المشكلة راح أقول كيف أحل المشكلة، وبدل لا أقول راح أبدأ بعدين صرت أقول راح أبدأ الحين في هذه اللحظة. اسأل نفسك وش الأشياء اللي تحتاج تعدل في حياتك وفي نفسك. ابدأ اليوم في اللحظة هذه، ما يحتاج أنك توصل إلى مرحلة اليأس والانفجار في حياتك. ابدأ اليوم، فكر في حياتك من عدة نواحي: صحتك الجسدية والعقلية، عائلتك، أصدقائك، حياتك المهنية وهواياتك. أكيد كل واحد فيهم يحتاج تعديل. اجلس مع نفسك وفكر، أنت عارف بالضبط وين المشاكل، والحين أشد على إيدك أنك تبدأ. وأبيك تذكر لو تركت عمود واحد في البيت بدون تصليح البيت راح يتهدم، فما بالك أنك تترك أكثر من واحد.